الله مستر. والله الحمد لله، نسأل على حالك يا اخويا وحال الفرد. اهلا بيكم في مصر دايما كده، وتنورونا دايما، واحنا عارفين يعني الشعب المصري الشعب التونسي شعب واحد. الله يخليك، الله يخليك، نورك اهلا، وخاصة جماهير الاهلي وجماهير الترجي، هم جماهير وحده يعني، فرقتنا 90 ثقه في كره قدم، لكن اكيد يعني جماهير الاهلي وجماهير الترجي جماهير واحده، كلها تساند مع عشيق الاهلي ومع عشيق الترجي وعشيق الترجي ومع عشيق الاهلي في مصر يعني. اختلاف واكيد 90 ثقه، وكل حد يسلم تكون في تمثل الروح الرياضيه باذن الله. الاكبر هو اللي يفوز، لو انه الحمد لله القرعه جمعت الترجي الاهلي في دوري المجموعات حتى نبتعد على الدور النهائي ودور ربع النهائي على الاقل هكذا في دوري المجموعات، واكيد ان شاء الله نتمنى كونه الاهلي والترجي هو مزبوط اللي يفوز بورقه العبور من خلال هذه اللعبه. طب انا عايز اسال حضرتك، كيف ترى مواجهه الاهلي والترجي في بدايه دوري المجموعات؟ والله مثل كل البدايات يعني، البدايه صعبه تكون من الاهلي او الترجي، بالرغم من كل الملاحظين وكل النقاط رشحوا كافه الاهلي وكافه الترجي بالعبور من خلال هذه المجموعه، لكن لا ننسى الفرق الاخرى المباراة في نهاية الموسم خاصة بالنسبة للأهلي بالنسبة للترجي، ولا شك ولا يختلف الثاني كان الأهلي يمر بفترة صعبة يعني، خاصة بعد هزيمته مع الزمالك، الأهلي هزيمة في الكأس في كأس مصر، لكن هذه دائما تعودنا بها في تونس، الأهلي في أسوأ حالاته قادر يفوز بكأس الاتحاد الأفريقي وقادر يلعب دور نهائي في رابطة الأبطال الأفريقية يعني، الأهلي عدى مرحلة الفرق اللي على مباراة أو اثنين يعني بعد تدخل في شك أو تدخل في فترة معناها فقط نتائج سلبية. يعني دائما يقعد من الفرق الكبيرة، وهذا حتى البارح ما قاله خالد يحيى واليوم خاصة في حتى مارينا السبت اللي كانت الدرجة للتونسي، لأن الترجي اليوم كان قرر أنه يصبح في مركب الحديقة مركب الترجي وتحول في رحلة إلى العاصمة المصرية القاهرة في حدود الساعة الخامسة، أنا سيقضي ليلة هناك ومن بعد بكره ان شاء الله غدوه الصباح ان شاء الله سيتحول الى الاسكندريه وتكون المباراه. دونك الترجي وخالد بن يحيى مدرب الفريق خاصه كان نبه واكد ووضح بالنسبه للاعبين الترجي كونه راه النادي الاهلي في اسوء حالاته، النادي الاهلي لما يكون وحش في الدوري او في كاس مصر، لكن الاهلي عنده وجه ثاني، الاهلي عنده مخزون ثاني يستعمله الاهلي خاصه لما يكون في رابطه الابطال رابطه الابطال الافريقيه، ولو انه ما نخبيش عليك اكيد اخبار النادي الاهلي كله في تونس واخبار الترجي كل في القاهره. انا كنت عايز اسال حضرتك ما هو الفارق، اسال حضرتك ما هو الفارق ما بين الترجي الذي واجه الاهلي في نصف نهائي الموسم الماضي او البطوله الماضيه وهذه النسخه؟ اكيد فرق كبير برشا بين الترجي النسخه الفارقه والترجي في الموسم الحالي، لانه المدرب اول حاجه تغير هو العقليه والروح الجديده يطرحها ابن النادي، لانه خالد بن يحيى هو ابن النادي، خالد بن يحيى ابن الترجي هذا التونسي، كان قائد فريق الترجي هذا التونسي، والشيء الاضافي هو معنويا اكثر منه فنيا واكثر منه بدنيا، الاضافه اللي اضافها خالد بن يحيى للاعبين الترجي، لانه اصبحنا انتهت الترجي يهاجم بثلاثه وباربعه مهاجمين، في النسخه الفارقه الترجي مع فوز الزردي كان فقط يلعب في وسط ميدان الترجي وينتظر، لكن الان الترجي اصبح يهاجم اكثر عدد ممكن، ترجي اصبح طيب عايز اسال حضرتك، هل غياب فرجاني ساسي وانتقاله من فريق الترجي ووجود ايضا يوسف البليلي لا يشارك بصفه اساسيه، فرانك كومب الان يلعب في وسط في الدفاع في خط الدفاع وهو كان لاعب خط وسط، هل هذه التغييرات بتصب في مصلحه الترجي؟ لا فرانك كوم ما يلعبش في خط الوسط في خط الدفاع، فرانك كوم اخر مباراه امام الترجي الجرجيسي كان بيشارك لاعب مدافع، هذا صح، هذا لان وقتها قبل خمس دقائق كان اصاب كان في الدفاع الدوادي، وقتها بعد عمليات احتائيه قبل الدخول الى المباراه كانت الاصابه يعني كان ده استثنائي يعني مفروض على حد من ناحيه وقتها في الوقت ذاك نعم تقريبا في خمس دقائق وقت قابل الانطلاق للمباراه نعم اصابه سلسله عفوا غياب فرجاني اساسي تحوله الى السعوديه صراحه ما ظهرش ما خلاش مكان كبير برشا، لانه فرانك توم وكوليبالي وايضا عوده غيلان الشعلاني صراحه كانوا قاموا بالواجب
وسدوا الثغره هذه، لو انه يقعد فرجاني ساسي من ارض المعنى من ارض معاش بالصوت ولاعبيه يوصل للميدان. لكن صراحه كيف فرانكو وكيف كوليبالي ايضا غيدان الشعلاني وحتى الطريقه اللي اصبح يعتمدها خالد النحي ايضا عوده محمد علي منصور اللي كان في الاسكندريه، ومحمد علي منصور رجع مكانه في اساس مع الترجي وشارك بصفه منتظمه. الاصابه في الاونه الاخيره بعد شويه لكن ارجع ويلعب محمد علي منصور وبعد اختلع مكانه في تشكيله الترجي واقنع خالد النحي بالامكانيات الموجوده اللي عنده. دونك شوف كابتن الاهلي والترجي كيف مفتوح راهو لبنتين. نعم. وهذا حتى على كان لاحظت حتى اعلاميا حتى على مستوى التركيز بحضور المباراه كيف. طيب مين اللي ممكن يلعب مباراه انا عايز اسال حضرتك بس سريعا، مين اللي ممكن يشارك في قلب كقلبي دفاع في فريق الترجي التونسي في المباراه القادمه؟ في المتناول لازم يكون شمس الدين المزوادي في قلب الدفاع، لازم يكون معه منصور طالبي او خليل تمام لازم يقوى في قلب الدفاع، وعلى اليسار نلقاو حسين الربيع وعلى اليمين سامح البرداني، في وسط الميدان لازم نلقاو كرانسون كوليبالي عوده غيلان الشعلاني من الشكوى الاخيره كان مشارك اساسي لكن هو على ذمه خالد بن يحيى، وقدام نجم نلقاو سعد الدين ترجع امكانياته، محمد علي منصور ترجع امكانياته، ماهر بالصغير كيف طايش في الخميس كيف. دونك معناها الترجي تقريبا على الملعب او اثنين بالتشكيل الاساسي اللي عنده. لكن حبيت نقول لك فما حاجه كابتن ويا ريت ما نعرفش اذا كان عندك توفيق مع جندي ده اكيد 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 من الحاجات المهمه استاذ هيثم الرشدي او الزميل هيثم الرشدي زميلنا في قناه حنا بقى التونسيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا واتمنى لك ان